مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نوجدو مع بعضياتنا كلاص كيجي بنين بنين بزاف. غنحتاج نصف لتر ديال الحليب، غنحتاج سكر سنيدة، غنحتاج النشا، غادي نحتاجو خنيشة ديال الحليب غبرة او بودر، ونحتاجو واحد الخنيشة ديال الفاني. مكونات كنظن راه سهلة سهلة واقتصادية وموجودة. غنجيبو واحد الإناء، شي كاسرونه ولا شي طاوه، غندير فيها ديك نص سيطر ديال الحليب، نزيد عليها فاني، غادي نزيد عليها خنيشه كامله ديال حليب غبره. هاد الحليب غبره انا درتو في نص سيطر وكيجي بنين ولذيذ بزاف. انا مبغيش يجيني الكلاص كله غير النشا، حليب بودر كيساعد اننا نقصو شويه من النشا. اللي عنده الناس بزاف في الدار الله يحسن العوان، ممكن ديروا اطرو ديال الحليب في خنيشه ديال حليب غبره، اطرو ديال الحليب في خنيشه ديال حليب غبره. صافو ضعفوا المكونات، ضعفوا غير الحليب وتخليوا خنيشه ديال الغبره، وضعفوا سنيده وضعفوا النشا. انا كتشوفوا النشا انا غندير معلقه تكون عامره، انا زدت واحد شويه، درت بحال معلقه عامره، معلقه كبيره عامره. الا درتو حليب ايترو ديروا جوج معالق ديال النشا وديروا جوج معالق ديال سنيده او سكر حسب المذاق، وفيها خنيشه ديال الحليب. اما بالنسبه لنص سيطره ديال الحليب فيه خنيشه ديال هذا ديال الحليب بودر ومعلقه ديال النشا، ما نقولش يكون مذاق، تيجي واو مذاق خطير بزاف، تيجي كلاص ديال الحليب واعر واعر بزاف. غادي تجربوه وغادي تشكروني عليه. واللي عنده الناس بزاف في الدار في بلا خنيشه يدير ايترو، يعني حنا قلنا كلاص ديال الحليب يعني خاصو يجي مذاق الحليب ويجي في بنين بنين بزاف. هنا درت كيف ما شفتوا، راه درت سنيده حسب الذوق، درت انا معلقه. الناس اللي عز عليهم حلاوه يديروا معلقه ونص ولا جوج، غير تيجي بنين. كنديروا على النار، شوفوا كنحرك مزيان، خاص ضروري نحرك مزيان قبل ما نشعل عليه البوطه باش ما يتكورش ليا داك الحليب وديك المعلقه ديال النشا ما يتكوروش ليا. ضروري تخلطوا مزيان قبل ما ديروه على النار، تتيبان لكم صافي راه ولا كله حليب ولا كله سائل. صافي كنديرو على النار، شوفوا ايه كيبدا يعقد ليا، تيولي ليا شكل كريمه، ما نخليش كيبقى كيطيب، لا غير كيطلع. انا ما بغيتش نقطع باش من ما بغيتش نسرع من الفيديو باش تشوفوا. صافي ولا هي كريمه، شفتوا واحد الكريمه واعره واعره بزاف. غادي نطفي عليه البوطه، صافي راه ولا واجد، غير كيعقد يعقد، يبان لينا صافي بدا تيعقد، صافي كنحبس. هنا كاضافه كتزيين ماشي ضروري، اللي ما بغا ما يديرهاش ما يديرهاش. انا البنت ديالي قالت لي ماما ديري ليا فيه، ديري فيه شي حاجه لداخل، ما تخليهش ليا ابيض. انا شديت هنا صاشيه ديال فلو ديال درهم ونص وخلطتها بشويه ديال الماء طيب. صافي انا محتاجه غير شويه هي باش نديكوري ليها وصافي. كنخلط كلشي مزيان، راه شفتوا راه خويت عليه الماء طيب، راه حتى هو ما غنفرغوا في الكلاص راه داغي كيجمد. صافي هنا كنجيب القوالب ديالي فاش غادي نعمر الكلاص. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش القوالب، الكرتونه بالنسبه للكرتونه ديال الحليب ما ترميوهاش، عمروها بالخليط ديال الكلاص وقطعوها دوائر. صافي هنا كنصب الخليط ديالي، تبارك الله كيجي عاقد، تيجي بنين بنين بزاف وما غتشبعوش منه. طبيعه الحال راكم شفتوا ما فيه خنيشه ديال الحليب ونسيطرو ديال الحليب. هنا كنزين بداك الفلو اللي انا دوبت في الماء. هنا طبيعه الحال هذه سورانك جديده معقمه، او ممكن تهزو غير بالمعلقه وتزينو.
انا درت كيف ما شفتو درتو هكا وصافي. وكندير بالكردون كنحاول نشكل خطوط، كنخليه يبرد واحد شويه باش كندخلو المجمد، ضروري يبرد شويه لانه سخون. صافي هنا بعد ما كيجمد كنحاول نديمولي، كنحيد شوفوا الكلاص كيفاش كيجي الشكل ديالو السامبل ولي مديكوري اللي عجبكم، اللي عجبكم غتشوفوا الرغبه ديال وليداتكم. كيجي كلاص رائع بزاف. هنا ممكن قلت لك كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش هذا المول ديال الكلاص يديروا في كارطوني ديال الحليب وغادي يجمد وتقطعوه دوائر. هنا عندي الشكلاط، الشكلاط هو كيبقى اختياري، وعندي كوكب مرمش، كوكب مرمش ممكن اللي بغى يدير اللوز مرمش يديرو. كنغطس داك الكلاص في الشكلاط، كنحاول نغطيه صافي. وكنهز الكلاص وكنبقى شاده شويه بيديا داغي باش يجمد ليا داك الشكلاط، لان الكلاص كتعرفوا راه بارد. بالنسبه لهاد الخليط ديال الكلاص عطاني 7 الحبات. هنا بامكانكم ما تغطيوش داك الجانب التحتاني، كيبقى واحد المنظر رائع، كيجي من نظر تيبان داك البيض، تيبان الشكل ديالو، ماشي ضروري انه يتغطى. انا شفتو خليتو كيجي غزال، تيجي واحد المنظر باين فيه ديال هذاك، بانه الشكلاط ديال الحليب كيف ما كتشوفو. كنغطس غير الكلاص كله ومن جهه العود كنخليه. وتبقى الشكلاط هو اختياري، اللي ما بغاش يدير له الشكلاط ما غاديش يدير له الشكلاط. انا ما درتش ليه الشكلاط كله، هادو دياولي، هاد الجوج اللي ما فيهمش الشكلاط هادو دياولي، ما كيعجبنيش انا الكلاص يكون فيه الشكلاط بزاف. شوفوا تبارك الله. كنعرفوا الكلاص كيتباع بالثمن اللي هو غالي بزاف، ولا صايبتيه في الدار راه كيطيح بالثمن رخيص. اللي عنده بالنسبه للبودر الحليب غبره اللي عنده في الدار، هذيك الخنيشه راه كتساوي 2 معالق كبار، 2 معالق كبار ديال الحليب غبره. خنيشه هذيك الخنيشه فيها 50 غرام كتساوي 2 معالق كبار. شوفوا الحليب، كلاص بالحليب تيجي ما شاء الله. انا شوف راه بقاو ليا غير 6، مشى ليا واحد، ما غاديش يصبروا، لا صايبتو ما يصبروش ليكم الوليدات. نقول لكم الصحه والراحه بسلامه.